السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيدالية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم كيك عيد الميلاد اللي حضرت لولدي بلاموس الشوكولا، راقية شكلا ومذاقا وسهلة جدا جدا في التحضير، يعني ما غتعكزوش عليها إن شاء الله، كتستحق التجربة. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الحلوى أو هذا الكيك. بالنسبه للمكونات والطريقه نديروهم مره واحده، غادي نوضعوا 3 ديال البيضات بحاره الغرفه كيف العاده، نجبدوهم من قبل من الثلاجه باش كتكون النتيجه احسن. الا كان بات فغيعطل لينا الكيك وما يطلع ليناش بسرعه. 3 ديال البيضات مع كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام، غنضيفوا معاه القليل جدا من الملح. ما وريتلكمش المكونات من قبل لان ضيق الوقت، وكان يعني كان وجد عيد ميلاد ولدي فكل شيء يعني متابع مره واحده. غادي نضيف كذلك ملعقه كبيره مغلية، يعني ما يكون طايب باش كيعاون البيض كيسخن لينا الخليط وكيطلع لينا بسرعه. وطبعا غنستعملو الطراب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيطلع بهذا الشكل مزيان. كنضيف جوج معالق كبار من الزيت النباتيه، كنخلطيه بسباتيولا من تحت لفوق حتى كنشوفوا الجنس، ما نبالغوش في التخلاط باش ما يهبط ليناش البيض اللي طلعنا. من بعد غادي نغربل النواشف اللي هما الكاكاو، غنحتاجو جوج معالق كبار ممكن او جوج اكياس اعتذر ديال الكاكاو، ممكن نعوضوهم جوج معالق كبار تقريبا واحد 14 الغرام، اي ما يكونش المعالق عامين بزاف. غنحتاجو كذلك الكيس من خميره الحلويات 8 غرام ما يعادل ملعقه صغيره. وبالنسبه للنشا فهي كتجيب لنا الكيك خفيف ومهوي اكثر، غندير 3 ديال المعالق الا ما كانش ممكن استغناء عليه، ونعوضو الكميه بالدقيق وكان يكون احسن الا درناه طبيعة الحال. غادي نضيف كذلك الدقيق واحد الكاس ما عامرش بزاف تقريبا 100 غرام، يعني كنعطيه بالكاس بالمعلقه باش الناس اللي ما عندهمش الميزان يعبروا غير هكا. هاد الجينواز فهو مضمون وناجح، ماشي بحال الجينواز العادي الاغلبيه ديال البنات ما تيستقليهمش. صافي كنغربلو الكل وكنخلطو وكنضيفو الدقيق الاول، ماشي الدقيق يعني الخليط الاول اللي طلعنا ديال البيض، ودائما بالمهل من الفوق لتحت، حنا كنضيفو كميه بكميه حتى كنحسو بالدقيق ما بقاش مكور وتجانس مع الخليط كامل ومن التحت للفوق. يعني انا مسرعه المقطع غير هو راه غير بالمهل غير بشويه باش ما تطيحوش، يعني داك كاع داك البيض اللي طلعتو الا ضفتو يعني مره واحده وبقيتو كتخلطو بسرعه يعني وبطريقه عشوائيه فممكن البيض يطلع لكم وما كيجيكمش مهوي الجينواز وما كيجيش يعني اسفنجي كيف ما باغينو. صافي غنبقاه بهذه الطريقه هذه حتى نشوفو تجانس ونديروه مباشرة في المول. بالنسبة للمول فإما دائري مستطيل أو مربع على حسب الرغبة ديالكم، أنا درتو في واحد كبير 28، يعني غنديرو غير تبقى وحدة ديال لا جينواز باش ما تجيناش غليظة بزاف. كما كتشوفوا معايا كيكون هاد الكيك مهوي مزيان. كندخلوه الفران يكون مسخن من قبل 180 درجة تقريبا 30 دقيقة، طبعا كيبقى على حساب الفرن ديالكم. صافي غير كيطيب ونحسو به طاب ونقلبو مزيان بواحد كوردون اولا بسكين نتاكدو انه طايب من الداخل، نخليوه يبرد مزيان. وفي ديك الاثناء غادي نوجدو لاموس ديالنا، غنحتاجو جوج اولا ورقتين من لاجيلاتين، ممكن عوضهم نستعملو ملعقه صغيره من الجيلاتين بودره ونخليوه في الماء حتى كيفزك واحد 5 ديال الدقائق. فهاد الاثناء غادي نسخنو كاس ديال الكريمه السائله ما يعادل 200 ملل، غادي نضيفوه معها كذلك واحد 200 ملغرام ديال الشوكولات، انا ما قطعتوش ماشي مشكل، انا نوضع كلشي على النار مع التحريك حتى غادي يدوب ليا. بغيتو تقطعوه ولا ديروا اي نوع من الشوكولات ديروه، غير هذا درت اللي فيه يعني نسبه ديال الكاكاو كثيره. نخليوه وغادي نطلعو تقريبا 400 ملي حتى 500 على حسب الرغبه ديالكم ديال الكريمه السائله، ممكن تستعملوا الشونتيي غبره ما نطلعوش بزاف يبقى شي شويه ما يبقاش شاد راسو بزاف، يعني ماشي لدرجه انه يوقف لينا ويجي واقف بهذا الشكل. هذا نخليوه على جنب على ما نضيفو الجيلاتين بعد الماء كنعصروها مزيان مزيان من الماء مع واحد الخليط سخون كنحركو. وهنا بهذا الشكل كنحاولو نهويو باش يزيد يدفى
كنحيدو لا جينواز من الورق كما لاحظتو خفيفة بزاف، غنعاود نقلبها للجهة الأخرى ونحاول نقادها، لأن كما لاحظتو الورق دار لي هذاك ماشي مشكل، باش جينا مقادة من الجوانب بسكين ونعاود نقطع بهذا الإطار. ممكن تستعملوا نفس الإطار ديال المول اللي درتو ماشي مشكل، غير من الأحسن يكون الإطار باش كيجينا يعني وكيجمد علينا كيجمد لينا لاموس، عاد كنحيدوها كتجي مقادة. صافي غنحيد هذا الإضافي، غادي نوضع ورق الخاص بالحلوى باش يسهل علينا نتحكموا فيها ونهزوها كي بغينا. كنزير داك الإطار وكنسقيها بكاس ديال الماء مخلط مع قهوة سريعة الذوبان، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا كتعجبني الكاكاو مع القهوة، وانتوما بغيتو تسقيو بأي سيرو بغيتوه ممكن. غادي نسقيها مزيان 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 باش تجينا مسقية فازقة ويعني ورطبة ماشي ناشفة، وهي راها مهوية يعني كتشرب مزيان القهوة. وغادي نخليها تزيد تبرد، في هاد الأثناء غادي نضيفو الخليط ديال الشوكولات مع كريمة سائلة ولا جيلاتين ونخلطو بهذا الشكل. ممكن نستعملو طراب يدوي، غير هو خاص هذيك الخليط يكون دفا ماشي طايب بزاف، ونوضعوه مباشرة فوق الكيك او لا جينواز اللي كتكون شربت الخليط. كنضيفوها وكنحاولو نقدوها مزيان فوق الكيك، وكنحاولو يكون يعني الاطار ما مزيرش بزاف باش يدخل لينا في الجوانب الكريم وتعمر لينا الجوانب، ما يبقاوش لينا خاويين. صافي كما لاحظتوا قديتها، غنوضعها في المجمد اما نهار كامل اما ليله كامله من الاحسن. كاين بعض الاخوات كيبغيو يعني يزربوا 4 سوايع، المهم يتاكدوا انها جامده مزيان. في هذا الاثناء غادي نوجد الكلاصاج، غادي نحتاج 75 غرام ديال الكاكاو، تقريبا واحد الكاس لارب ديال الكاكاو مع نص كاس زايد شويه ماء، كاس ما عامرش ديال القشطه السائله. غنحتاجو 200 غرام ديال السكر وثلاثة ديال الاوراق ديال الجيلاتين يعني ورق غير صغار او جوج كبار. في الماء غادي نوضعو الاوراق ديال الجيلاتين ونخليوها تقريبا 5 دقائق حتى كنحسو بها ترخات ودابت. في هذا الاثناء في كاسرونه غادي نوضع الماء كيف قلت لكم نص كاس زايد، ثم السكر واحد الكاس ونص تقريبا ديال السكر، غنوضعوهم على النار مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر ويغلي مزيان. عاد نضيفو الكاكاو ونخلطو بسرعه مزيان حتى كيغلي مره اخرى. كنضيفو القشطه كنحرك غير تبدا تغلي، صافي نزول الخليط من على النار. وما توقفوش نهائيا على التحريك. مباشره غادي نضيفو كذلك الجيلاتين اللي كنعصروه مزيان من الماء، وكنحركو بسرعه ما حد الخليط مازال سخون باش كيذوب الجيلاتين. ثم مباشره غادي نصفيو الخليط ديالنا بصفايه باش الا بقاو شي شوائب او شي حاجه كتصفى باش كيجينا الكلاصاج ديالنا لامع وصافي. وكنخليوه على جنب بعد ما كنغطيوه بقطعه من البلاستيك الغذائي باش ما كيديرناش ديك القشره من الفوق داك الطبقه، ونخليوه يدفى يعني يرجع دافي ماشي بارد بزاف باش ما يعقد ليناش، وماشي عاود سخون باش ما يذوب ليناش اللاموس اللي كتكون مكلاصيا. صافي ملي كتجمد لينا نخليتها ليله كامله، دائما كنخليها ليله كامله من الاحسن. حيد يعني الاضافي الورق الاضافي اللي في الجوانب باش ملي كندير الكلاصاج من الفوق تيهبط نيشان متيبقاش حابس تما، وكنفرقو بهذا الشكل. واخا بان ليكم فيه الدخان راه دافي هو هذاك، المهم ميبقاش طايب لدرجه
يذوب لا موز. كما كتلاحظوا نوزعوه مزيان على الجوانب وعلى كل شيء. كما كتلاحظوا الكريمه راه هابطه ليا انا ولا لاموس، راه هابطه حتى لتحت ما مبيناش حتى الجينواز، داكشي علاش انا رخفت الاطار وحاولت ندخلها لداخل وزيرت عليها ديك الساعه. كما كتلاحظوا كلاصاج ناجح. كنجيب اي حاجه، واش لوز، انا ندير لوز باطوني، ممكن نديرو كاوكاو مهرمش او لوز مهرمش او ايفيلي او الفيوتي اللي توفر عندكم ديروه في الجوانب. كنجيب اي نوع بحال هكا ديال الشوكولا ولا اللي بغيتو، يعني تزيين كيبقى اختياري، هذا كيبقى اقتراح اللي هو بسيط وسهل وتيعجب الوليدات بزاف بزاف، يعني لدرجة انا ملي كنكون كنقطعها كلشي تيبغي هذاك القطعة اللي فيها هاد القطعة الحلوة مع الشوكولات، يعني كتعجبهم بزاف. حسن ما نبقاو عادة نديرو اشكال هندسية او شي حاجة اللي هي صعيبة تاخد لينا الوقت. صافي كندير هكا المتوفر عندي، كندير شويه ديال الكوكيز اولا اوريو اولا اللي عندكم، وكنجي مازال نزيد في الجوانب ندير ديك الالوان، كنرش شويه ديال داك الملمع الغذائي اختياري. كيف قلت لكم في الجوانب غنزيد الوان لي في الفيرميسيل بهذا الشكل هكذا. صافي غنستمر حتى نزينها كامله ونخليها في الثلاجه مازال حتى الحين التقديم. انا درتها ليله قبل ولا غد ليه، كملت لها الزين في الصباح ووضعتها في الثلاجه حتى العشيه تجي هكا، يعني كنديروا فيها الشموع اللي بغينا، ممكن تكتبوا الا بغيتوا. انا ولدي يعني 11 سنه ما بغى نكتب له حتى شي حاجه، ما بغى حتى شي حاجه اخرى. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي لذيذه. سمحوا لي ما قطعتهاش لان كما كتعرفوا خاصه هو يقطعها قدام الاصدقاء ديالو. شكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.